يشاهد الرئيس تبون يأمر بهدم بنايات العصابة التي بنوها من دون أي ترخيص أو وثائق من قلب الجزائر العاصمة بحي إسطنبول والدوم ببرج الكيفان. الرئيس تبون يشن حملة شرسة على مافيا العقار الذين يبنون عقارات بدون رخصة، ضاربين عرض الحائط كل القوانين والتنظيمات في مجال العقار، خصوصا أوامر الرئيس تبون الذي تحدث عنهم ونبههم أكثر من مرة. فيا ترى من يحميهم؟ شاهد ماذا فعل لهم الرئيس تبون. عمارات مشيدة بملايير الدينارات يتم هدمها والعصابة تفقد أعصابها. لازم الشعب يعرف كل شيء، ورانا بالمرصاد ما كنوا مهنيين، لا رجعة وصول بلوغ الهدف استقرار البلاد واستعادة للشعب كل حقوق نتاعو، والقضاء على المال الفاسد، والقضاء على ما تبقى من العصابة أو نهلك دون ذلك. الرجوع ما كانش، والقضاء على المال الفاسد، والقضاء على ما تبقى من العصابة أو نهلك دون ذلك. الرجوع ما كانش.